بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم اغتنم شبابك. إن شاء الله ربي يقدرنا على اغتنام هذه الأوقات من الشباب ومن الصحة إن شاء الله فيما يرضي الله سبحانه وتعالى في الشهر الفضيل إن شاء الله. اليوم نتحدث إن شاء الله في موضوع يخص الشاب كذلك والناس الكل، ولكن خاصة نركزوا فيه على الشاب اللي احنا نؤمن بدوره في يعني أن يكون قائد كذلك. الشاب وعلاقته بالمحيط، هل أنه يشعر بأهمية هذا المحيط في المحافظة عليه؟ وهذه من القيم المواطنة المهمة اللي لازمنا احنا رسخوها في الشاب، في علاقته بالمحيط بمكوناته، بالخضار، بالحيوانات، بغيرها من كل ما يتعلق بالمحيط. الحديث في هذا الموضوع يحضر معانا كما في كل حلقة الشيخ عبد الفتاح مورو. مرحبا بك سيدي، تحية طيبة وكل عام انتم بخير. ربي فضلك. كذلك معانا المنشد علي بن صالحة. مرحبا بكم. شكرا لك شيخ والمنشد علي بن صالحة. طيب شيخ عبد الفتاح، في حديثنا عن علاقة الشاب بالمحيط متاعه بصفة عامة، هل أنه الشاب يعني على دراية وعلى علم بأهمية هذا المحيط اللي يعيش فيه، اللي هو يستمد منه خيرات، يعني يستمد منه الهواء، يستمد منه خاصة الجمال، الطبيعة المزيانة، خاصة هل أنه هالمحيط هذا يكون مصدر إلهام بالنسبة إلى الشاب في علاقته بالأرض، في علاقته بالفلاحة؟ مهم جدا أن لما نعمل هالمصالحة هذه بين الشاب وبين المحيط متاعه، أنه يحب الأرض كذلك ويحب الحيوان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف عبد الله بن عمر شكون من وليدات صغار كان حتى طيروا ويقمروا فيه كما قلوا نحن، فنهاهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ ذا روح غرضا أو هدفا حتى أنه يتمس. نعم، شوف سيدي، أنا في الباب هذا الراوي أنه فما ثقافة جديدة قاعدة تنتشر، واللي يحمل لواءها هم الشباب الحمد لله، وهي ثقافة المحافظة على المحيط. هذه ثقافة جديدة، صحيح هي كاملة في غضون ثقافتنا التقليدية، لكن مش بالاسم هذا، لم تفرد بالاهتمام. اليوم في العالم تيارات، بل أحزاب، أحزاب الخضر اللي هي تعمل على حماية الطبيعة، واللي تقاوم التلوث، تقاوم ما يحصل في الطبيعة من اعتداء على البحر، من اعتداء على الأعشاب، من اعتداء على الأشجار، على الغابات، اقتلاع الغابات بشكل عشوائي. فأنا مطمئن أن الثقافة هذه أصبحت جزءا هاما من اهتمام الشباب، ويلزم المعنى هذا ينتشر من الشباب إلى الأسر. أنا قاعد نشوف في كثير من الأحيان حالات يحكيها لي، وقت اللي يركب الراجل في سيارته وامرته باش يوصل ولدهم، فهو يكمل دبوسة الماء البو ويحلل بلار، كيبدأ في طروته بعيد على الماء عاد يرميها، فينقز عليه ولده من تالي يقول له بابا علاش هكاك، ما شاء الله يقول له علاش هكاك، والبو اللي يتكيف السيجار ويرمي قدام ولده يقول له بابا علاش هلكت لنا دارنا، يعني هو معلموه في المدرسة. ما تكيفش في بيت النوم وما تكيفش في بيت الفطور. اليوم فما ثقافة قاعدة تكبر الحمد لله، لكن هذه لازم نقعدوها ونعطيوها أصولها الدينية. نعم، احنا أمة، ربي علمنا أن الكون هذا يرعاه الله تعالى ووكل أمره إلى الإنسان ليرعاه، وطلب منا لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم، قال ابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. والفساد في الأرض هو الاعتداء على الطبيعة، الاعتداء على الشجرة. أكلي برشة منها من الكبار يحط عالة التاي الكانون تحت الشجرة شي طيب التاي، واللي في وقت من الأوقات كنا ما نحترموش للطبيعة ولا بعضنا، قليل منا من اتخذ أخيرا دورة مياه في داره، كثير منا كان عند دورة المياه متاعه هي الشارع، وهذا اعتداء على الطبيعة واعتداء على التحضر. الحيوانات احنا كنا يعرضونا قطوس ولا نضربوه بالحجر، بينما سيد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأن فم امرأة دخلت النار في هرة. نعم، وأن امرأة ربي يغفر لها ذنوبها لأنها سقط كلب. نعم، المعاني المتأصلة فينا هي اللي جعلنا قادرين باش نبني مجتمع
أفضل وصحة أفضل. اليوم احنا قاعدين نقاوموا في التلوث، عندنا مناطق في بلادنا وفي العالم متلوثة، عندنا صناعات قاعدة تهتك في طبقة الأوزون ويلزم العالم يتخذ فيها قرار، وشعوبنا احنا متاع العالم الثالث أولى بالمطالبة بذلك لأن ما عندناش الإفساد اللي موجود عند العالم الأول، عند البلاد اللي اقتصادها متطور واللي قام اقتصادها على تلويث الطبيعة. نعم. احنا مطلوب منا باش نعتبر أن لنا أجرا في كل نفس، في كل كائن حي، كما قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. أجر كما قال صلى الله عليه وسلم، بل أكثر من هذا، في شجرة ما نقلعوش شجرة. نعم. ما نضربوهاش، ما نقلعو لهاش الأوراق متاعها. نعم. لأن هي تتأثر. نعم. ولأن سيدنا نهانا عن ذلك. نعم. وأمرنا بأن الأرض نخضروها نغرسوها. نعم. هذا أدب من أداب الإسلام. نعم. في تصوري الشاب اليوم بشكل مثقف وشكل عالم وشكل فاعل قادر باش يطورك اللي بنيناه احنا وقت اللي كنا صغار، وقت اللي كنا نمشيو للكشافه، ما احنا كنا نمشيو للكشافه صغار. اي نعم. وهي فيها اللي تعلمنا اللي فما شجره، وتعلمنا الحجره وانواع الاحجار، وتعلمنا موارد الماء، وتعلمنا احترام الحيوانات. هذا يلزم يولي ثقافة في بيوتنا نربيو عليه أبنائنا. هذا مهم جدا طبعا، يعني خاصة شيخ، يعني نلقاو أنه المدرسة اليوم تربي وتعلم الناشئة ضرورة احترام المحيط وكثير من المحاور المتعلقة بالمحيط، ولكن الشاب لما يخرج كما قلت يلقى الوالد أو الوالدة أو جاره أو شكون اللي يلقي يعني الفضلات أمام المنزل ولا السيارة ولا غيره. طيب في هذا الإطار شيخ علي بن صالحة، يعني تحدثنا على علاقة الشاب بالمحيط، يعني وانت اكيد تربيت في بيئة ما شاء الله، يعني في ولاية بنزارة العزيزة ما شاء الله، اللي ما شاء الله المحيط فيها الماء وفيها البحر وفيها بالطبيعة. فيها يعني البحر والماء وال يعني ومناظر طبيعية جميلة، في كما في تونس الكل، في في برشا بلايص تلقى الخضار، والإنسان يتفرهد نفسانيا كي يرى الخضار ويرى الدنيا يعني جميلة هكاية، خاصة انه الضغط توا تعرف الانسان بالضغط اللي نعيشوه، ماذا به يا اخو راحة من التليفون ويمشي للطبيعة يعدي نهير ولا يبعد على الضغط متاع المدن وعلى الحس وعلى الضجيج هذاك الكل. وكيفاش يلزم يحافظ على الطبيعة هذه باش نهارة اللي يستحق باش يمشي يا اخو راحته ويلقى يعني الجو الطيب والجميل يلقاه مهيأ، فيحافظ عليها البيئة هذيك، وخاصة استغلال الموارد هذايا، فالإنسان ما تكونش فيه الأنانية اللي تخليه يعني يستنزف الخيرات الكل وما يخلي حد شيء للأجيال القادمة. نعم. هذايا حتى اللي جات من بعد، اللي تعاملت من بعد التنمية المستدامة اللي هي تنظر للجيل اللي من بعد، فهمتني؟ نعم. فاحنا ما ناخذوش الخيرات الكل من بعد ما اللي يجيو من بعدنا ما يلقاو شيء. نعم، يعطيك صحة، شكرا لك أستاذ علي بصراحة. مهم في اللي قالوا قضية التنمية المستدامة. أيه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم الأجيال. يعني وقت اللي حتى في الوضوء علمك أنك ما تصرفش في الوضوء وإن كنت على نهر جار. نعم. تفضل سيدي. شوف سيدنا، نحب نذكر بأنه في تاريخنا في تونس مثلا، نعم، عندنا مرة محسنة اسمها عزيزة عثمانة الله يرحمه، في 1000 هجري، يعني عندنا توا بينا وبينا 400 سنة وشوي، المرأة هذه خليت أوقاف، حبس نقول واحد أوقاف حبس أوقاف للجامعة الزيتونة والمؤذنين ودرشنوها وكذا وزلابيا والمخارق للمؤذنين في رمضان. أي. من جملة الأوقاف اللي عملتها وقف متاع ورد، وقف متاع ياسمين، وقف متاع فل باش يتوزع على الإطار الديني متاع جامعة الزيتونة من الإمام الأول وانتهابت حتى للوقاد البسيط، يتوزع عليهم كل يوم مشموم متاع ورد ولا مشموم متاع ياسمين. الله الله. ولا مشموم متاع قرنفل ولا فل، حسب الزمان. نعم. الناس هذه كانت تحس بعلاقة مع الطبيعة، هي اللي علمها لنا الإسلام وقت اللي قالنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أي نعم. ما قلناش إن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه، كل شيء يسبح، يعني كل شيء يذكرني بالله، فالطبيعة حميمة ليا. نعم. ولذلك احنا الأمة اللي ما تقولش نحن نقاوم الطبيعة، لا نقاوم الطبيعة. نعم. نحن نعيش مع الطبيعة، نحن نقوم الاعوجاج اللي في الطبيعة، نحن نحافظ على الطبيعة، نحن نحافظ على الماء بشكل خاص.
وهذه اللفتة لأولادي وبناتي في بلادنا، رانا على حافة الفقر المائي. نعم. ورانا واجب علينا باش نحافظوا على الماء في الاستعمال، ونعتبروه كنز كبير غالي جدا، أغلى من البترول. أكيد أكيد. وجع عنا من الماء كل شيء حي. علي بن صالح، في دقيقة شنو نجم تقول لنا؟ ترى هكا إنشاد، قول آية، نختم بآية. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله النبي المصطفى الأمين، ونحن على ما أتى به من الشاهدين. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه. هكا أعزائنا المشاهدين، نكون وصلنا لختام هذه الحلقة. إن شاء الله يتجدد موعدنا في حلقات مقبلة إن شاء الله. وأحييكم وأقول لكم ربي إن شاء الله يحفظنا وإياكم، وربي إن شاء الله يتقبل منا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.